كل روح سلمية. إذن احنا ما دمنا على يامات فقط من إحياء ذكرى ثانية للحراك المبارك الأصيل، أنا خديت قرار ومضيت مرسوم تاع عفو رئاسي لمجموعة من الناس معتقلين حوالي 30 واحد، حكم عليهم نهائيا ويصدر في حقهم عفو رئاسي، وناس أخرين لم يحكم عليهم بعد ولا هما عاد في التحريات. المجموع بين 55 و60 فرد، إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة ولا غدا يلتحقون بعائلتهم.